مكتب الدعوة والإرشاد بالمعذر وأم الحمام يقين بمدينة الرياض، أول مكتب في المملكة العربية السعودية مختص بدعوة الجاليات الأفريقية. يسلم لدى المكتب أكثر من 120 شخصا شهريا ولله الحمد، كما يسير المكتب رحلات الحج والعمرة لأكثر من 2500 معتمر و250 حاجا سنويا. يقوم بترجمة معاني القرآن الكريم وطباعتها بلغات عدة، كما يوجد لديه أكثر من 15 مترجما. من مشاريعه الدعوية مركز دعوة الأفارقة، مركز حواء للدعوة النسائية، ومركز مريم لتعليم القرآن الكريم، ومركز سفيرة الإسلام لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وحتى تستمر الجهود، كن شريكنا بالمساهمة في وقف الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نستقبل دعمكم على حسابنا في مصرف الراجحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أخواني المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا البرنامج وفي حلقته الخامسة، عدسات تربوية، والذي يأتيكم عبر قناة الواقع الفضائية مساء كل أربعاء. أعزائي المشاهدين، أولا نعتذر على تأخير موعد الحلقة لظروف أحد الضيوف الذي إن شاء الله تعالى سيأتينا بعد قليل لتعرضه لظرف صحي طارئ، وإن شاء الله تعالى سيكون معنا في الجزء الثاني من الحلقة. لا شك أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أخوان المستمعين والمستمعات، أن الأمن والسلامة مهم في حياتنا جميعا وفي حياة المجتمع. اليوم لعلنا نتحدث في حلقة مخصصة عن الأمن والسلامة المدرسية. بداية نرحب بضيوفنا، وأول الضيوف الأستاذ سليمان بن شايع المطرفي، مدير إدارة الطوارئ بالإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم. حياكم الله أستاذ سليمان. الله يحييك أخي سعد، ونتشرف تواجدنا معكم في هذه القناة، ودعاء لكم بالتوفيق وطرحكم الموضوع الأمن والسلامة، تشكرون عليه، جانب مهم في وزارة التعليم، أمن وسلامة الطلاب. نحن نحرص على أبنائنا الطلاب والطالبات، نحن نتعامل في وزارة التربية والتعليم مع أرواح ولا نتعامل مع أدوات، وهذا هذا جانب مهم، جانب أساسي في عملنا، العمل كبير في إدارة الأمن والسلامة المدرسية. إن شاء الله يعني نكون على قدر المسؤولية اللي ألقيت على عاتقنا، خاصة أن نعمل مع أكثر من 35 ألف مدرسة بنين وبنات على مستوى المملكة. الطلاب على حسب الإحصائيات تجاوز 700 مليون طالب وطالبة، 7 ملايين. نعم. ملايين، وحوالي 700 ألف معلم ومعلمة وإداريين في مدارس البنين والبنات. هذه مسؤولية كبيرة على عاتقنا، نسأل الله التوفيق أن نقوم في أداء الأمانة اللي وكلنا لها، ونحن نحظى بدعم يعني من قيادة الوزارة، الدكتور أحمد العيسى معالي وزير التربية معالي وزير التعليم، متابع لنا وداعم لنا ودائما معنا في جميع أعمال الأمن والسلامة المدرسية. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نحن إن شاء الله تعالى في انتظار الدكتور ماجد بن عبيد الحربي المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم،
وإن شاء الله سيلتحقوا معنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. بإمكانكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات الإضافة والتعليق حول فقرات هذا البرنامج وحول محاور هذا البرنامج عفوا على هاشتاج البرنامج الذي يظهر في الشاشة مباشرة، عدسات تربوية على تويتر، وكذلك عدسات تربوية على الفيسبوك. إيميل البرنامج كلها تظهر في ثنايا الحلقة، وكذلك لمن أراد المداخلات الهاتفية سيظهر رقم الهاتف المخصص لعدسات تربوية في ثنايا هذه الحلقة. لعلنا نبدأ أستاذ سليمان عن دور الإدارة التي أنت على إدارتها، إدارة الطوارئ بالأمن والسلامة، تعرف بها، تذكر أدوارها، هدفها باختصار. بداية بس إن في بداية التعريف، إن إدارة الأمن والسلامة المدرسية للسادة المشاهدين، إدارة الأمن والسلامة المدرسية أنشئت بقرار وزاري بتوجيه صاحب السمو الملك المغفور له بإذن الله الأمير نايف رحمه الله، أنا ذا كان وزير الداخلية بعد حادثة مدارس براعم الوطن. حدثت تلك المشكلة ورأى سموه آنذاك باستحداث إدارة للأمن والسلامة في وزارة التعليم، وبناء عليه آنذاك سمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التعليم أنشأ الإدارة. أنشأت الإدارة في تاريخ إدارة الأمن والسلامة، إدارة الأمن والسلامة المدرسية بجهاز الوزارة في تاريخ 4/6/1433، تاريخ الإنشاء. بدأت فعليا مع بداية العام الدراسي 33/34، بناء عليه كان هناك توجيه بإنشاء إدارة للأمن والسلامة المدرسية في المناطق وإدارة التعليم في المناطق والمحافظات، والحمد لله انطلق العمل. ومن بداية العمل الدكتور ماجد المشرف العام بدأ هو في رئاسة الإدارة، ونستمرنا إلى هذا اليوم، وإن شاء الله الإدارة مقبلة على عمل مستمر إن شاء الله وتطويري. وإدارة الطوارئ؟ إدارة الطوارئ أنا كلفت بإدارة الطوارئ منتصف العام الماضي. إدارة الطوارئ تهتم ب يعني احنا عندنا جانبين أساسيين في الطوارئ. نظام بلاغات المدارس، احنا نعمل حصر لها، نحدد المشكلات ونحصرها، نقيم العمل، نحدد المدارس في مراحل التعليم بجميع. عندنا نظام ان شاء الله راح نتحدث متوسط ثانوي، اي نعم، راح نتحدث عن نظام البلاغات ان شاء الله في وقت لاحق. جميل. بس احنا نعمل حصر هذا من الدور الاساسي لتلك المشكلات اللي تحدث في المدارس، نحللها، نضع لها الحلول المناسبه، نحاول سرعه الانجاز في حلها تلك المشكلات. طبعا جانب هذا يساعدنا زملائنا في الميدان مدراء إدارة السلامة في المناطق والمحافظات، يبذلون جهود كبيرة يعني في سرعة إنجاز إقفال البلاغات اللي تحدث المشكلات. معنا شركاء في هذا العمل، الدفاع المدني في حالة مشكلات الحرائق وما شابها، زملائنا في إدارة وكالة المباني وفي إدارة التعليم نفسه إدارة المباني يساعدوننا في نظام إغلاق البلاغ وحصر تلك المشكلات. الجانب الثاني احنا نهتم في التواصل المستمر والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمديرية العامة للدفاع المدني، شريكين رئيسيين لنا في حالات التغيرات الجوية. هناك تواصل مستمر معهم عن طريق الفاكس. بالنسبة للأرصاد يرسلوننا يوميا الإنذار المبكر والحالة الجوية لمدة أسبوع كامل، كل أسبوع تصلنا منهم رسالة فاكس. لو قطعتك أستاذي، في الفترة المسائية في الأرصاد الجوية هل هناك لجان تعمل على مدار الساعة، أو لديكم مثلا مجلس مخصص، أو بينكم مثلا موقع من المواقع لأي ظرف مثلا في الفترة المسائية؟ أنت تعرف عمل الوزارات والدوائر الحكومية احتمال الثانية أو الثانية والنصف، كيف تقومون يعني بهذا العمل في الفترة المسائية؟ احنا متواصلين على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد والدفاع المدني. إلى قبل قليل وصلتني رسالة من المديرية العامة للدفاع المدني، وفي المقام هذا أشكر الأخوان في الدفاع المدني على الجهد الكبير اللي يقومون به، وخاصة معنا احنا في إدارة الأمن والسلامة. نعم. نعتبرهم الداعم والشريك الأساسي لنا. الحمد لله تصلنا منهم رسائل باستمرار من مركز الأرصاد عندهم في مركز العمليات في الدفاع المدني. إذا كانت الحالة تستوجب
على طول احنا عن طريق اداره الطوارئ نبلغ زملائنا في اداره التعليم باخذ الحيطه والحذر اذا كانت الحاله تستوجب هناك يعني تدخل اضافي. هناك في راح نتكلم عن لجان الطوارئ. وهذا هو السؤال الثاني اللي اطرحه فعلا استاذ سليمان عن 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 هل هناك فعلا لجان للطوارئ في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكه العربيه السعوديه؟ ثم ما المهمه الاساسيه لهذه اللجان ان سمحت؟ طبعا احنا في بدايه انشاء الاداره عام 1434 يوم بدا الفعل الاداره نعم. كان هناك قرار من معالي النائب وزير التعليم وقتها بانشاء لجنه مركزيه للطوارئ وللسلامه على مستوى الوزاره، من خلالها تتشكل لجان فرعيه في اداره التعليم للامن للسلامه وللطوارئ. طبعا اللجنه المركزيه على مستوى الوزاره ويندرج تحتها نفس المسميات في اداره التعليم بالمناطق والمحافظات، هناك برئاسه الدكتور ماجد رئيس اللجنه، عضو من المباني، عضو من الخدمات، عضو من الانتجازات المدرسيه يشاركون في هذه اللجنه. اللجنه طبعا مهامها اثناء التغيرات الجويه واثناء مثل الامطار الغزيره يعني تحدث هناك مشكلات داخل المدارس، هذه اللجنه تبدا عملها بمتابعه الاحداث اللي صارت، رفع التقارير فيها. هذه اللجنه اللي داخل مستوى اداره التعليم ترفع لنا في الوزاره، برضو اللجنه المركزيه في الوزاره تحاول اذا المشكله ما حلت بسرعه داخل اداره التعليم الجهات المعنيه في الوزاره تبدا العمل بمعالجه المشكلات اللي تواجه المدارس. ان سمحت لنا اعزائي المشاهدين والمشاهدات نحن نشكر تفاعلكم حقيقه في الهاشتاج، حوالي أكثر من 100 سؤال للدكتور وللأستاذ سليمان، لكن حقيقة الأستاذ عطلة يسأل يقول تحية إجلال وتقدير لأستاذنا ماجد والأستاذ سليمان، رغبت يعني الإجابة على هذا السؤال أو نوجهه فيما بعد حضور الأستاذ الدكتور ماجد، لماذا الاهتمام بالأمن والسلامة في مدارسنا يأتي كردة فعل دائما بعد الحوادث؟ والله ممكن الدكتور ماجد يكون تعليقه هذا، بس انا تعليقي يعني الطبيعه اللي احنا عشنا فيها في الفتره الماضيه يعني وايضا ربما تاخر اصدار او تاسيس الاداره الاداره هذا شيء اكيد، بس احنا اغلب الاعمال صارت بالعكس. احنا في اداره الامن والسلامه يعني يتابعنا وان شاء الله احنا نعمل وفق استراتيجيه الان ان ما تكون هناك اعمال لرده افعال في الامن والسلامه. نعم احنا الان كنا قاعدين نجهز اشياء مستقبليه، زي الان احنا الان قاعدين نعد غرفه تحكم وسيطره في مستوى الوزاره. هذه تاخذ وقت في تجهيزاتها وفي معداتها قبل تنفيذها فعليا تطبيقيا، وذلك ان شاء الله احنا مع الوقت يعني ترى الان احنا في السنه الخامسه لانشاء الاداره. اكيد بعض المرات الانسان مهما كان العمل لابد ان يكون في اخطاء، كمال لله جل في علاه. احنا بالعكس احنا في اداره الامن والسلامه فاتحين يمكن راح نتحدث عن نظام البلاغات واحنا نتجاوب مع المجتمع كامل الى ولي الامر يعني متواصلين. هنا ايضا اسئله كثيره جدا عن البلاغات، اعزائي المشاهدين هناك محور كامل ان شاء الله سيتحدث عنه الاستاذ سليمان. ايضا الاستاذه وفاء الباز، هل يوجد داخل مدارسنا فرق جاهزه ومدربه للقيام بالاسعافات الاوليه وتقديم اي نوع من المساعده في حاله حدوث طارئ لا سمح الله، وهل هذا يختص بادارتكم اداره الطوارئ؟ والله بالنسبة للإسعافات الأولية طبعا عندنا احنا الصحة المدرسية تتولى أمر الإسعافات الأولية، احنا عندنا برنامج تدريبي الآن شغالين عليه إن شاء الله راح ندرب فيه أكثر من 4000 متدرب من منسقين ومنسقات السلامة في المدارس. هذا البرنامج موجه للمنسقين ومنسقات السلامة في المدارس، راح يكون من ضمن البرامج هذه تدريب على الإسعافات الأولية، خطط الإخلاء، التعامل مع حالات الهلع اللي تصيب الطلاب والطالبات اثناء حدوث حريق لا قدر الله. وبالعكس احنا متعاونين مع حتى مع زملائنا في القطاعات الاخرى في الوزاره لما يحفظ امن وسلامه الطلاب بصوره عامه. ايضا احد الاخوه المشاهدين يسال عن هل تقام دورات تدريبيه حاليه مؤقته يعني في من ضمن المشرفين التربويين اللي يختصون في اداره التربيه والتعليم، هل يقيمون دورات تثقيفيه توعويه في المدارس عن ادارتكم تحديدا اداره الطوارئ ودورها ومهامها؟
والله بالنسبة والبرامج اللي تقيمها. بالنسبة للتدريب، التدريب البرنامج إن شاء الله يغطي جزء، وعندنا مشروع التحول الوطني برضو طالحين 2030 لنا ثلاث مبادرات، من ضمنها مبادرة في التدريب، ومبادرة في الحراسات، ومبادرة في التجهيزات المدرسية. جميلة والله إن شاء الله جميلة. هذه راح تغطي عدد كبير، وإن شاء الله متفائلين خير فيها، إنها راح تغطي لنا جانب كبير من عدم تأهيل منسوبين السلامة في الفترة الماضية. طبعا التدريب موجود، استطعنا مع زملائنا وشركائنا اللي باستمرار داعمين معنا في تدريب الدفاع المدني، دربنا منسوبين الأمن والسلامة في إدارة التعليم، دربنا حوالي 170 منسوبين، لا من منسوبين إدارة التعليم، اللي في إدارات الأمن والسلامة المدرسية في إدارة التعليم. حصلنا على بعض البرامج التدريبية، الآن المشروع هذا إن شاء الله راح يغطي مع مشروع مبادرة التحول الوطني، راح نغطي إن شاء الله أكثر أو حوالي ثلث مدارسنا يكونون هناك منسق أو منسق السلامة حصل على دورة تدريبية في الأمن والسلامة. الجانب اللي الآن زملائنا وعلى جهود شخصية لهم بالتواصل مع قطاعات الأخرى في الحكومية مثل الدفاع المدني، يقومون برضه في دورات تدريبية للمعلمين للمنسقين إلى يعني إن شاء الله نقول نهاية العام هذا اللي احنا فيه أو بداية العام الجديد إن شاء الله يكون هناك قدر كبير جدا من الجانب التوعوي والتثقيفي بخصوص الدورات هذه في المدارس إن شاء الله تطبق فعليا. أستاذ سليمان، الآن بدينا احنا إن شاء الله في تجهيز المبادرة، المبادرات تنطلق إن شاء الله هذا العام وراح يكون فيها تدريب. بالنسبة للتوعية والتثقيف عندنا برنامج توعي، وإن شاء الله بعد فترة بيصير له تدشين، أفلام كرتونية قصيرة عن خطط الإخلاء، عن الإسعافات الأولية، عن السلامة داخل المختبرات، يعني مجموعة حوالي 10 برامج توعوية راح تنتشر. هناك يعني ما أغفلنا جانب التوعية، جانب التوعية مهم، برامج اللقاءات اللي ينفذ في الفترة الماضية قمنا عدد من اللقاءات مركزية على مستوى إدارات التعليم، والآن في مرحلة ممكن الدكتور ممكن لو حضر الدكتور ماجد عندنا 9 لقاءات تقام هذا العام، مستهدفة فيها 9 إدارات تعليم. سيقام لقاء قريب إن شاء الله الأسبوع القادم في مدينة الرياض، إدارة التعليم منطقة الرياض ستستضيف اللقاء الأول، بعدها منطقة جازان ومجموعة مناطق، 9 مناطق راح تنفذ اللقاء هذا. يعني تخيل ان استهدفنا في لقاء اول لقاء اقيم العام في جدة حوالي 2000 او 3000 من منسوبين المدارس قيادات والبنين وبنات ومع منسقين ومنسقات السلامة شاركوا في اللقاء. ان شاء الله في تعليم الرياض العدد يكون اكبر لتعم الفائدة، هذا هدفنا الأساسي فيها. لا شك الهاشتاج هاشتاج عدسة التربوية في البرنامج يتحدث عن أكثر شيء عن البلاغات، وهذه هي محور كبير جدا حقيقة في حلقتنا وفي حديثنا. إحنا نسمع بنظام البلاغات الإلكترونية أستاذ سليمان، وأعتقد أنها تختص بإدارتكم إدارة الطوائف. نعم. لو تحدثنا عن نظام البلاغات الإلكتروني أو أي شخص مثلا يريد أن يوصل صوته للمسؤولين بخصوص بلاغ موجود في مدارسنا ويهدد مثلا خطر أبنائنا وبناتنا طلابنا وطالباتنا أو حتى معلمينا وإداريين الموجودين في المدارس. طبعا فعلا الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية أول ما بدأنا كان في العام الأول ما كان في نظام للبلاغات، كان تواصلنا عن طريق الرسائل والمخاطبات للبلاغات اللي تحدث في المدارس. رسائل ورقية ولا عن طريق مواقع التواصل؟ لا عن طريق الفاكس أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. هذه السنة الأولى. السنة الثانية من الأفكار اللي طرحوها الزملاء في اللقاءات أنه يكون هناك نظام إلكتروني للبلاغات، ومن السنة الثانية العام الإدارة استحدث النظام في موقع الإدارة العام للأمن والسلامة المدرسية الأمن نت. نعم. للراغبين في الدخول في الموقع احنا نتشرف، يعني في من أصغر طالب في المدرسة التمهيدية إلى المرحلة الثانوية أنه يبلغ على النظام. النظام متاح للجميع،
متاح لولي الأمر، لولية الأمر، لجيران المدرسة، حتى المحيطين في المدرسة يمكن يبلغون عن الأشياء اللي. هل له مسمى على المواقع التواصل الاجتماعي حتى يشاهد الموقع؟ الإدارة العامة للأمن السلامي المدرسية، الأمن نت، يكتب في أمن نت، الأمن أمن نت، نعم، يدخل يلقى نظام البلاغات في أيقونة موجودة في الشريط الأول العلوي. طريقة بلاغه سهلة جدا، من يغلق هذا البلاغ؟ هو نفس الشخص؟ لا، أو تأتيه لا، رسالة هي طبعا في مراحل البلاغ يصدر من الشخص المبلغ، نعم، سواء طالب سواء معلم سواء إداري في المدرسة ولي أمر، النظام متاح للجميع. جميل. يعني وهذه ميزة عندنا في الإدارة، أن تواصلنا مع المجتمع مباشرة. الشخص المبلغ يدخل على الموقع والأيقونات موجودة، يعبيها لنا في بيانات شخصية، له جوال وزي كذا، متى استدعت الحاجة ان نتواصل معه، نعم، راح نتواصل معه بكل أريحية وبكل مرونة وبكل ما في أي أبد. مشكلة بالعكس، احنا في الأمن والسلام المدرسية، بالعكس المواطن عين لنا، وحنا ما وجدنا في المكان هذا إلا نخدم أبناء الوطن. لكن عفوا وأبناء أستاذ سليمان، الطلاب أنا اللي أعرف أنه أكثر من 4200 مدرسة في القطاع الحكومي والخاص والعالمي، بنين وبنات في جميع المراحل. مثلا هل تبي تلحقون على 4200 مدرسة مثلا؟ لو يعني أخذنا بالنصف عن البلاغات، كيف يتم الرد عليها؟ هل فعلا، عفوا يعني، هل لا تطبق فعليا؟ أبى أتكلم عنك عن الجزئية هذه. طبعا البلاغ، عشان ذا بعد ما الشخص المبلغ يجي رسالة على طول موقع الإدارة الأمن والسلامة المدرسي في إدارة التعليم، نعم، ويجي يصلنا احنا في الإدارة العامة في إدارة الطوارئ نسخة عن البلاغ. في نعم. بلاغ بلغ من شخص ما عن مدرسة ومعلم أو طالب في مدرسة عندهم مشكلة، على طول الزميل في إدارة الأمن والسلامة المدرسية في إدارة التعليم في المناطق والمحافظات يصله البلاغ، هو الآن يطلع على البلاغ. جميل، لعلك تكمل معنا اتصال واخذ وقت على الهاتف. حياتي. الأستاذ عبد المحسن الفريدي، السلام عليكم. حياك الله أستاذ عبد المحسن الفريدي، مدير الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم. أحييك أستاذ سعد وأحيي ضيفك الكريم ومن سيلحق بكم بإذن الله تعالى. بوركت. حياكم الله. أستاذ عبد المحسن، لعلك تطلع السادة المشاهدين ومشاهدات على الجهود والمبادرات والمشاريع التي تكون، أو أي إضافة ترى أنها في الأمن والسلامة المدرسية في منطقة القصيم. أنا أشكركم هذا الطرح بمثل هذه المواضيع التي تعنى بشريحة غالية علينا جميعا. لا شك إزعاجا بالسلامة لدينا حقيقة، يعني يأخذ اهتمام من عدة محاور يتناولها، منها مثلا الجانب الوقائي العلاجي. جميل. الإدارة العامة للتعليم منطقة القصيم، فمن هذا الجانب توجيهات القيادة في وزارة التعليم، الاهتمام من سعادة الدكتور ماجد الحربي، وكذلك متابعة من سعادة المدير العام للتعليم منطقة القصيم. وقع تعليم القصيم عقودا تتجاوز 32 مليون ريال، طبعا لتامين وسائل وادوات سلامه في المكان. حقيقه اكتمل نسبه كبيره منها وسلمت وتبقى بعضها تحت التنفيذ حاليا. كذلك ايضا هناك جانب محور هام جدا يتعلق بالجانب التوعوي الثقافي، ونستطيع ان ناخذ من جانب التدريب للعاملين، ولعل الاستاذ سليمان يتناول تطرق لحسن المعلومه. جانب التدريب لدينا في منطقه القصيم، طبعا هناك لقاءات وبرامج منفذه مع شركاء السلامه القطاع المدني والهلال الاحمر، تم تدريب الاعضاء من شعب اداره الامن والسلامه لنقل هذه التجربه سواء للبنين او البنات، لنقل التجربه للمدارس. كذلك ايضا جانب التدريب لدينا الحمد في منطقه القصيم فريق متميز من الزميلات والكريمات، طاقم نسائي مدرب لديه زيارات المدارس بشكل يومي، تنفذ دورات للطالبات، تنفذ دورات مسؤوليه السلامه، كذلك ايضا يقوم بمتابعه السلامه في المدارس. جميل. لكن عفوا استاذ عبد المحسن لو قاطعتك الله يبارك فيك، هل هذا في جميع مراحل التعليم بالبنين والبنات، ابتدائي متوسط ثانوي تمهيدي روضه؟ نعم، طبعا المدارس موزعه على الجميع بالنسبه للمراحل الروضه الابتدائي والمتوسط الثانوي بمرحله البنين او البنات كذلك ايضا. يبي يتداخل معك الاستاذ سليمان اذا تكرمت ثم تكمل. تفضل استاذ سليمان. استاذ عبد المحسن، حياك الله. اسعد الله مساءك، وانا ابغى بس اشيد ببرنامجكم اصدقاء السلامه. انا ما كما ما ذكرت انت من ضمن البرامج اللي مستهدف فيه تدريب الطلاب،
أنا ودي تعرج عليه لو جميل. بشيء بسيط، لأنه برنامج يهم يعني الطالب، وحنا ما نعمل فيها في الوزارة وفي إدارة التعليم إلا من أجل هذا الطالب. جميل جدا، أشكرك أخوي سليمان على هذا التذكير. طبعا عودة على مسألة متعلقة بالتدريب النسائي، أنا يعني أبشر الأخوة الكرام بأن الزميلات الكريمات أيضا في القسم النسائي تجاوز عمل من التدريب المدارس إلى أندية الحي وكذلك المجمعات النسائية خارج نطاق التعليم حاليا، وهذه خطوة جميلة يشكرون عليها. أيضا من الجوانب التوعوية ذكر الأستاذ سليمان، لدينا الآن تكوين أو فكرة تكوين نواة في كل مدرسة تتعلق بأصدقاء السلامة داخل المدرسة. هذه هي النواة، طبعا نسعى الآن ولمدة شهر، نحن في ختام المرحلة الأولى منها، في ختام الشهر هذا غدا إن شاء الله نختم المرحلة الأولى اللي هي تدريب ما يقارب 3500 صديق السلامة، بالإضافة إلى مسألة سلامة المدارس. بدأنا ب 314 مدرسة حاليا، وبعدها بإذن الله تعالى ينطلق المرحلة الثانية من هذا المشروع، مشروع نشر الوعي وتكوين النواة بالنسبة للطالب أصدقاء السلامة إلى محافظات والمراكز خارج بريدة. لدينا ما يقارب 14 مركز، كل هذه سينقل لهم هذه الفكرة، وهي تدريب وتكوين نواة عن أصدقاء السلامة في كل مدرسة. ننطلق بإذن الله تعالى مستوى في القانون بحيث يكون لدينا طلاب لديهم وعي، لديهم خبرة لنقل الثقافة مع زملائهم. جميل. ايضا البرامج التوعويه في المنطقه وكانت بدايه باختصار استاذ عبد المحسن، الله يعطيك العافيه. باذن الله. ايضا كان لدينا برنامج توعوي افتتحه صاحب السمو الملكي الامير دكتور فيصل بن مشعل امير منطقه القصيم، وكان ملتقى الامن والسلامه المدرسيه، وتناول عده محاور من السلامه في المدارس وكذلك السلامه المروريه وكذلك السلامه في المختبرات. كذلك اشتمل هذا ايضا على معارض من عده جهات، فتح سمو الامير وابدى اعجابه ووجه سمو الكريم بالتمديد من 4 أيام الى ان يكون اسبوعين ويفتح لجميع اطياف المجتمع بدلا ان يكون محصورا على المدارس. كذلك ايضا ذكرت قبل قليل اشتراطا لرؤيه 2030، لدينا في تعليم القصيم ولله الحمد عده شراكات مجتمعيه في هذا الجانب لتعزيز ثقافه السلامه. وقعت هذه الشراكات مع الجهات الحكوميه والاهليه، منها على سبيل المثال شراكه مع الدفاع المدني وقعت بحضور صاحب السمو امير منطقه القصيم، وكذلك ايضا شراكه اخرى وقعت ايضا بحضور سمو الامير امير منطقه القصيم مع المرور. كذلك لدينا ايضا شراكات مع جهات نفذت قاعات تدريب ونشر الثقافه من قاعات التدريب داخل اداره الامن والسلامه المدرسيه، هذه كلها قاعات التدريب على الاخلاء، على السلامه، على برامج السلام، اضافه ايضا الى وجود قريه سلامه الان في دورها ان شاء الله العمل بها من الفصل الثاني، معنيه ايضا بالسلامه المروريه. بوركت. هذا الجانب جانب ايضا لم يهم لدينا في سعد جانب مهم، وهو جانب التواصل الاجتماعي كذلك في اداره الامن والسلامه في الزملاء في اداره الامن والسلامه في القصيم، حريصين جدا على نشر الوعي من خلال تويتر وكذلك رسائل واعي، وصدر منها واعي واحد، واعي اثنين، واعي ثلاثه، موجهه مباشره الى الميدان عموما. كذلك ايضا لم يتم ادخال جوانب تحفيزيه جدا مهمه نراها في مجال السلامه، من حيث تكريم مكاتب التعليم في منطقه القصيم المتميزه في السلامه، كذلك ايضا برامج المدارس المتميزه في التوعيه، كذلك ايضا متميزين في مسؤولين الامن في السلامه، ولم نغفل ايضا جانب مهم نراه وهو حرص المدارس ايضا في عملهم من حيث المتميزين ايضا يتم لهم تكريم. استاذ عبد المحسن على هذه المداخله واشكر. أنا اللي شاكر مداخلتك وإضافتك الجميلة، وإحنا حقيقة فريق الإعداد أثناء البحث عن منطقة القصيم وجدوا صور متعددة ما شاء الله تبارك الله، لكن يبدو أن المخرج ما استطاع أنه جزاه الله خير يقوم بعرضها أثناء حديثك، لكن نعدك إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة بإذن الله في عرضها إذا تطرقنا لمثل هذه الإدارة. الأستاذ عبد المحسن الفريدي. أشكرك سعد وحقيقة كلمة شكر لابد أن تطال لسعادة المدير العام التعليمي بمنطقة القصيم الأستاذ عبد الله كيان على اهتمامه وتشجيعه ودعمه لتجويد العمل في مجال السلامة في المنطقة، وكذلك أيضا الشكر موصولا لسعادة الدكتور ماجد ولزملاء فريق العمل في الوزارة ولزملاء مدير الإدارات في إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية. الكلام يطول في هذا المجال في سعد، وأشكر لكم هذا الإتاحة هذه الفرصة وتواصلكم بهذا الشيء، وحقيقة طموح كبير بإذن الله تعالى لتكوين ثقافة شاملة في مجال السلامه، ونؤمن خيرا باذن الله تعالى في مستقبل الايام. الاستاذ عبد المحسن الفريدي مدير اداره الامن والسلامه المدرسيه بمنطقه القصيم، شكرا جزيلا. شكرا لكم.
العفو حياكم الله. كنا قد توقفنا قبل مداخلة الأستاذ عبد المحسن عن البلاغات، هل هناك نماذج أستاذ سليمان لكم يعني حول البلاغات، يعني تعدون نماذج مخصصة في هذا الشيء المشاكل التي قد تصلكم عن طريق البلاغ؟ طبعا احنا بعد ما البلاغ هو ياخذ مساراته، طبعا احنا في العام الاول شفنا في مشكليه بسيطه في اقفال البلاغات اللي خاصه في المباني، لان كانت تحول لاداره المباني ثم ترجع للزملاء في ذا، دخلنا ايقونه خاصه عن طريق مدير السلامه في اداره التعليم في المنطقه والمحافظه، اذا صار البلاغ خاص في المبنى مشكله المبنى المدرسي ومعالجته تتم عن طريق إدارة المباني على طول عن طريق النظام، يحول للمسؤول في إدارة المباني، طبعا هم حددوا أشخاص مسؤولين ويتولون عملية متابعة البلاغ اللي يخص المبنى، وهم يقومون بإغلاق البلاغ. الزميل يتابع الجانب المخصص في السلامة، تجهيزات السلامة، نقص أدوات السلامة، مشكلات تخص السلامة، يقوم الزميل بمعالجتها وإغلاق البلاغ. طبعا احنا في كل نهايه فتره نعد تقارير دوريه عن نظام البلاغات. الان احنا قمنا في اعداد التقرير الاول منتصف الفصل الاول كاداره الطوارئ التقرير هذا تقرير احصائي نظام البلاغات. جميل. استاذ المخرج لعلك يقرب الشاشه او الكاميرا عن التقرير الاحصائي لنظام البلاغات. في التقرير طبعا ممكن تطلعون على جوانب متعدده في التقرير. احنا نحصر جميع المشكلات اللي موجوده، نسوي لها حصر الفتره الماضيه اللي بين بدايه العام الدراسي حتى تاريخ 10/2 اجازه منتصف الفصل الاول، كانت هناك 732 بلاغ من مدارس البنين والبنات. حددنا حتى مدعم عفوا اعزائي المشاهدين بالرسوم البيانيه وجواد الجداول ما شاء الله مرتبة ملونة بعدد البلاغات وأهدافها ومهامها. ممكن أستاذ سعد تشوف احنا البلاغات مصنفة على مستوى بلاغات مثل التماس كهربائي، عطل جرس إنذار، نقص طفاية الحريق، نقص في أدوات السلامة، هبوط في الأرضية، خلل إنشائي، هذه نتم نحصرها في التقرير ونحدد وين الأكثر خطورة جاتنا في نظام البلاغ، وثم نبدأ نحل المشكلات. طبعاً جبارة عندنا جامرة يعني بما أن هذا التقرير الموجود بالرسوم البيانية والأشكال للبلاغات، يعني أنا متوقع أنكم بعد جدولون مثلاً عندي ماس كهربائي، عطل كهربائي، حريق، تسرب مواد، خطر تسرب مياه، تعطل جرس الإنذار، نقص أدوات السلامة، مشكلات طلاب، عنف، هبوط في الأرضية، خلل إنشائي، حادث سير، احتجاز طلاب، شو بقيت وش خليت ولا أضرار أزيدك. الآن إحنا في تحديث النظام، ناوي نحدث النظام في تطوير له ان شاء الله، ان شاء الله يكون مع بدايه الفصل الثاني اللي يدخل على ايقونه بلاغ بيلقى تحديث، هناك مؤشرات لقياس مدى الخطوره. طبعا الخطورات هنا موجوده خطوره عاليه ومتوسطه حسب ما احنا صنفناها حسب المبلغ. طبعا بعض المبلغ يرى ان البلاغ هذا فيه خطوره عاليه وخطوره متوسطه. المدارس البنين والبنات فيها يعني نسبة تفاعل جيدة. النظام عندنا برضه لقينا تجاوب من طلاب أولياء أمور يبلغون، يعني في تفاعل. أنا من الموقع هذا يعني أكد على زملائي وزميلاتي مديري قيادات وقيادات المدارس بنين وبنات، أكد عليهم أن النظام متاح للجميع. احنا بالعكس نسعد في اي بلاغ يصل. طبعا البلاغ انا نظام بلاغ يعني تسمح لنا مكالمه على الخط ونطول. الاستاذ خالد الحارثي مدير الامن والسلامه المدرسيه بمنطقه مكه المكرمه، حياك الله استاذ خالد. يا هلا هلا بيكم والله. اطلنا عليك شوي في الـ في الـ في الهاتف، سامحنا، تفضل استاذ خالد. بارك الله فيكم والله، شيء نفيدكم بالخير ان شاء الله جميعا. شيء ثاني نهديكم ان شاء الله في هذا البرنامج الجميل الرائع الذي يخدم المجتمع التعليمي. طبعا منجزات اداره التعليم في مكه المكرمه، حققت الاداره نسبه 100% تركيب ادوات السلامه في مكه المكرمه. نعم. وعددها اكثر من 1600 مدرسه بنين وبنات.
تمتد طبعا من الكامل الى الجنوب الى بحره الى مدينه مكه المكرمه. حصلت ايضا الاداره على شهادات شكر، شهادات تقدير من الوزاره، من اداره التعليم واداره الدفاع المدني بالعاصمه المقدسه. نعم. طبعا اداره تعليم مكه اول اداره تعليميه في المملكه تحصل على موافقه الوزاره لتركيب منظومات امنيه في المدارس، بنين وبنات. طبعا البنات قصدك استاذ خالد نظام الكاميرات؟ اي نعم موجود الحمد لله. نعم. تشمل كاميرات مراقبة وشاشات عرض، ربطها بغرفة عمليات موجودة في إدارة التعليم في مكة. تم تركيب ب 45 مدرسة بنين و 15 مدرسة بنات. فقط يعني تقريبا تكلفة حوالي 6 ملايين ريال. وهناك إن شاء الله بإذن الله تعالى 60 مدرسة أخرى سيتم التركيز فيها في خطة هذا العام بإذن الله. والله هذا مشروع جبار يا أستاذ خالد، مسألة تركيب الكاميرات ومشروع كبير يعني صراحة. والله هذا بجهود الدكتور ماجد الحجي جزاه الله ألف خير، أيضا جهود الدكتور الأستاذ محمد المهدي الحاربي المدير العام للإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة. وجهودكم أنتم بوركتم في الإدارة أيضا، إدارة الأمن والسلامة المدرسية أستاذ خالد، يعني جهودكم تشكر حقيقة. الحمد لله، هذا والله بفضل الله سبحانه وتعالى من ضمن الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الفصل. أيضا احنا عندنا طبقت الإدارة برامج تدريبية لجميع باختصار. الله يعطيك العافية أستاذ خالد. اختصار أشكر الإخوان جميعا وأشكرك أنت أيضا على هذه المداخلة، وفقك الله. أنا شاكر ومقدر. نعم تفضل أستاذ خالد، تحب تضيف شيء؟ يعني سالم. الأستاذ خالد الحارثي مدير الأمن والسلامة المدرسية في منطقة مكة المكرمة، شكرا جزيلا. أستاذ لعلنا نقفل النظام بلغاته. أقفل أنا رسالتي لزملائي وزميلاتي. نعم. قيادات المدارس البنين وبنات، النظام متاح لكم، أولياء الأمور النظام متاح لكم، أبناءنا الطلاب والطالبات النظام متاح عبر الدخول لموقع الإدارة العامة، تبلغون عن أي مشكلة تحدث تهم المدرسة، إن شاء الله الزملاء في إدارة التعليم ونحن في الوزارة سنعالج أي قصور موجود. النظام بلغات ليس مؤشر لقياس أداء أو قصور في عمل أي زميل في إدارة التعليم، بل هو مؤشر نستفيد منه ليحددنا مواطن الخطر وإن نعالجها. يعني ما بالعكس النظام معالجة وليس قياس أداء وزي كذا. وذلك أنا أحرص زملائي في الميدان بالتفاعل مع النظام، نحتاج تفاعل أكبر لتحديد المشكلات ونحصرها ونسوي لها المعالجة السريعة بإذن الله. إشادة كبيرة في موقع الهاشتاج عدسات تربوية لكم أستاذ سليمان من مجموعة من الزملاء، يعني في الأستاذ عبد الرحمن الوليع يقول بعد التحية والتقدير شهادة اعتزاز وأخر بهذه الإدارة، قليل من يتفهم هذا العمل في الميدان التعليمي. طبعا هو يقصد الإدارة المدرسية بأكملها وما فيها إدارة. أتمنى زيادة التوعية بهذا الشأن في المدارس، يوجه السؤال لكم يعني، وهذا التمني أتمنى زيادة التوعية في المدارس. أيضا هناك سؤال من الأستاذ أحمد القحطاني الرغبة الإجابة عليه، ما هو الحافز الذي يحصل عليه مسؤول الأمن والسلامة المدرسية خلال فترة العام سواء في تخفيض نصابه أو إعفائه عن المهام اليومية كالإشراف وغيرها إذا كان موجود في المدرسة؟ أو هذا الرغبة في الإجابة عليه أو يكون الأستاذ الدكتور ماجد إن شاء الله إذا كان معنا بعد شوي إن شاء الله يشارك الدكتور ماجد. بالنسبة للتوعية إن شاء الله إحنا في توجه زي ما سبق وذكرت. نعم. هناك الأفلام التوعوية القصيرة الكرتونية ستعرض، اللقاءات اللي تقام في إدارة التعليم المجال مفتوح للجميع يشارك فيها في الحضور في المناقشة، حتى في إذا في أي زميل يرغب في طرح ورقة عمل تخص الأمن والسلامة، بالعكس إدارة الأمن والسلامة أبوابها مفتوحة للجميع. نحن نعمل وزملائنا يدعمونا في الميدان وحتى أولياء الأمور، وحنا ما عملنا في هالقطاع في الوزارة إلا خدمة مجتمعنا وخدمة وطننا الغالي. كثير من المتابعين وأيضا في ثنايا هذه الحلقة آلية التعليق في المدارس، دور إدارة الطوارئ إدارة تابعة للإدارة الأمن والسلامة المدرسية في وزارة
في هذا الموضوع، آلية تعليق الدراسة يا أستاذ سليمان؟ طبعا يا تعليق الدراسة من بدأت إدارة الأمن والسلامة كانت فترة منتصف الفصل في الوقت الماضي، نعم، تحدث حالات التغيرات الجوية، الأمطار الغزيرة والغبار الشديد، نعم، وكان النظام غير واضح في آلية التعليق، وكان متروك لمدير مدرسة، يعني اجتهادات كان في اجتهادات من إدارة التعليم وزي كذا. الإدارة العامة أصدرت دليل تعليق للدراسة، طبعا هالدليل هذا صدر دليل تنظيمي وإجرائي، دليل تنظيمي إجرائي، نعم. طبعا أنا حضرت معي أدلة ونسيت أحضر الدليل هذا، مجموعة أدلة عدتها الإدارة، ضمنها من ضمنها دليل تعليق الدراسة، نعم. طبعا هو تعليق الدراسة ما يتم إلا وفق آلية معينة متبعة مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نعم، مع الدفاع المدني. هناك حالات تحتاج التعليق الدراسة، المتغيرات الجوية الشديدة مثل الرياح بسرعة 70 كيلو متر في الساعة، انخفاض مدى الرؤية ل 500 متر مثلا، الأمطار الغزيرة اللي تحدث، والسيول خاصة في مناطق النائية تجرف بعض الطرق. هنا هذا يعتبر جزء في من الآلية. طبعا هناك تعليق كامل، مثلا محافظة أو منطقة حدثت فيها تغيرات شديدة ورأت اللجنة بتوجيه من هيئة الأرصاد أن الحالة مستمرة أو تستدعي تعليق دراسة، وعن طريق مركز الأرصاد بالدفاع المدني إذا مدير التعليم يتخذ القرار بتعليق الدراسة، الصلاحية كاملة لمدير التعليم في هذا الشأن. في اتجاه آخر، المشكلات اللي تحدث أثناء اليوم الدراسي، مثلا حدث حريق لا قدر الله في مدرسة ما، مدير المدرسة له الصلاحية في تعليق الدراسة في هذا اليوم، قائد المدرسة. نعم. طبعا قبل يمكن أسبوعين حدث هبوط في الأرضية إحدى المدارس في محافظة الخارج. إن سمحت لنا يتكلم المخرج بخصوص فاصل، ثم إن شاء الله تعالى أعزائي المشاهدين والمشاهدات، فاصل إعلاني ثم إن شاء الله تعالى نعود لتكملة الجزء الثاني من هذه الحلقة، الأمن والسلامة في مدارسنا إلى أين. ابقوا معنا ونسلكم معكم بإذن الله. مكتب الدعوة والإرشاد بالمعذر وأم الحمام يقين بمدينة الرياض، أول مكتب في المملكة العربية السعودية مختص بدعوة الجاليات الأفريقية. يسلم لدى المكتب أكثر من 120 شخصا شهريا ولله الحمد، كما يسير المكتب رحلات الحج والعمرة لأكثر من 2500 معتمر و250 حاجا سنويا. يقوم بترجمة معاني القرآن الكريم وطباعتها بلغات عدة، كما يوجد لديه أكثر من 15 مترجما. من مشاريعه الدعوية مركز دعوة الأفارقة، مركز حواء للدعوة النسائية، ومركز مريم لتعليم القرآن الكريم، ومركز سفيرة الإسلام لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وحتى تستمر الجهود، كن شريكنا بالمساهمة في وقف الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نستقبل دعمكم على حسابنا في مصرف الراجحي. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أخوانا مستمعين ومستمعات، من جديد في الجزء الثاني من عدسات التربوية، والذي يأتيكم عبر قناة الواقع الفضائية مساء كل أربعاء.
أرحب مجددا بمن حضر في الجزء الثاني، سعادة الدكتور ماجد بن عبيد الحربي المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية في وزارة التعليم. حياكم الله دكتور ماجد، وسعيدين بوجودك معنا في الاستوديو وفي هذا البرنامج تحديدا. الله يحييك، وأنا شاكر لك ولقناة الواقع أنها تهتم وتسلط الضوء على قضايا الأمن والسلامة المدرسية. حياكم الله دكتور ماجد، والحمد لله على سلامتك ومن العارض الصحي الذي حصل لكم. نحن نبهنا في بداية الحلقة أن تأخير الدكتور ماجد بسبب عارض صحي، نحمد الله على سلامة الأهل. الحمد لله، الأمور طيبة والله الحمد لله. دكتور ماجد، تحدثنا مع الأستاذ سليمان في إدارة الطوارئ عن بعض الأمور التي تختص في هذه الإدارة، إدارة الأمن والسلامة، ولم يقصر الأستاذ سليمان. لعلك أنت في بداية تعرج فقط على مسمى الأمن والسلامة كدور، كأهداف، كمسؤوليات، كإدارة مستقلة في 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 وزارة التعليم. أولا، ما في شك أنه وزارة التربية والتعليم بمسماها السابق يعني لم تغفل جوانب الأمن والسلامة، ولكنها كانت متناثرة في قطاعات كثيرة داخل الوزارة. ولا أذيع سرا حينما أقول أنه يعني بعد حادثة مدرسة براعم الوطن التي حدثت في جدة قبل فترة من الزمن، أثبتت فيها التقارير أنه لا توجد جهة معينة تنسق معها القطاعات المعنية بقضايا السلامة في وزارة التربية والتعليم. ولذا جاء توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله حينما كان وليا للعهد بإنشاء هذه الإدارة. الأدوار التي نحن نمارسها الآن، أنا أقول دائما لزملائي وأطالب يعني أيضا قادة المديري المدارس ومديرات المدارس أن نعمل بالممكن. الممكن ما هو؟ هو أن نمارس التوعية والتثقيف والتدريب، وكلما ارتفع الوعي وارتفع التدريب وارتفع التثقيف عند طلابنا، فنحن في هذه الحالة نعالج قضايا كثيرة في الأمن والسلامة، وينتشر هذا المفهوم الواسع للأمن والسلامة. المفهوم الواسع للأمن والسلامة هو علم يحافظ على الممتلكات وعلى الأرواح، هذا هو باختصار يعني شديد جدا في هذا الجانب. بدأنا طبعا خطواتنا نحن في الإدارة، أنا وزملائي وزميلاتي سواء في الجهاز المركزي أو في إدارات التعليم، فإنه نحدد ما هي الأولويات التي ننطلق منها، ثم قرأنا أيضا واقع الحوادث السابقة التي كانت تقع بين فترة وأخرى في مدارسنا. عفوا دكتور ماجد، هل هناك خطة تشغيلية لإدارة الأمن والسلامة المدرسية؟ نعم، ما في شك أن عندنا برنامج وعندنا خطة تشغيلية وعندنا خطة استراتيجية وعندنا رؤية في هذا الجانب. ولذلك يعني أيضا ليس لأنني واحد من العاملين في الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم الآن بالمملكة العربية السعودية قد تكون تجربتنا مميزة على المستوى الإقليمي. نعم. وهي مميزة لماذا؟ أولا نحن نختلف عن غيرنا أولا بكثرة عدد المدارس، لدينا أكثر من 38 ألف منشأة تعليمية، وفيه تباين في نوعية المبنى بين المبنى المدرسي وما بين المبنى المستأجر. أيضا لدينا أكثر من حوالي 6 ملايين طالب وأكثر من 700 ألف معلم ومعلمة، يعني الدول الإقليمية التي حولنا لا تتحدث عن هذه الأعداد. نعم. ولذلك يعني التقارير تثبت انخفاض نسب الحوادث بعد إنشاء الإدارة بعام، فما بالك بعدما أكملت يعني 4 أعوام. أنا أعتقد أنه قطعنا شوط كبير جدا في التأكيد على الزملاء مدير المدارس في تكرار تجارب الإخلاء حتى يعني يصلون إلى أوقات الذروة وإلى الأوقات المثالية في هذا الجانب. على سبيل المثال اليوم يعني كان في حادثة حريق، وفي نفس الوقت يعني تم الإخلاء في الرياض، بكل يسر وسهولة. في الرياض عفوا، لا، الحادثة كانت تتبع تعليم بيشة، وتم الإخلاء يعني بكل يسر وسهولة، ولم يتعرض أي أحد من منسوبي ومنسوبات المدرسة لأي يعني مكروه لا قدر الله. وهذا يعني ما هو الذي نهدف إليه، أنه نحافظ على الأرواح التي هي أغلى ما يملكها الوطن. جميل. حقيقة احنا عندنا هاشتاج للبرنامج، مئات الرسائل دكتور ماجد. أعزائي المشاهدين، لا نستطيع حقيقة أن نعرج على كل هذه الأسئلة، لكن إن كان هناك وقت وسمح الدكتور ماجد بقراءة بعض الأسئلة، مثلا في أحد الزملاء أو الأستاذ مسفر الغامدي
يقول وجود مدارس كثيرة جدا بدون مظلات للطلاب في الساحات تقيهم الحر والمطر أو يتفسحون تحتها، أين دور الأمن والسلامة في ذلك؟ طبعا نعتقد أنه موضوع التصميم المبنى المدرسي النموذجي، طبعا الإخوان في وكالة المباني يعني يبذلون جهود كبيرة فيها، ويحاولون ويسعون بكل ما يملكون أن المدرسة تكون مهيئة وأن تتوفر فيها كل المرافق التي تحتاجها العملية التعليمية. وأنا من خلالكم ومن خلال برنامج عدسات تربوية أقول أنه لا يمكن أن توجد بيئة تربوية سليمة وتعليمية سليمة ما لم تكون هذه البيئة التربوية هي بيئة آمنة أساسا. فإذا كانت هي بيئة آمنة فإنها ستساعد المعلم والطلاب على التلقي في هذا الأمر. أيضا عموما إذا كان هو لديه يعني أسماء مدارس معينة يمكنه يعني الدخول من خلال موقع البلاغات ويبلغني ويكتب بلاغات يعني إلكترونية ونحن نعالج هذا الموضوع في أسرع وقت. أيضا ثناءات كثيرة حقيقة على إدارتكم دكتور ماجد. الأخت شموخ مطير تقول نشكركم بحكم عملي السابق كقائدة مدرسة، أشكر القائمين على العمل بالأمن والسلامة خاصة في منطقة القصيم لأننا شهدنا دورات وفعاليات وإنجازات وتميز من خلال إدارة الأمن والسلامة. ما في شك أنه يعني أنا أشيد هنا بدور زملائي مدير قائدي وقائدات المدارس، كلما كانت القناعة راسخة وقوية عند زملائي استطعنا، لأنه نحن مهما عملنا إذا لم ندخل المدرسة فكل يعني أفكارنا وبرامجنا تذهب سدى. لكن يستطيع قائد المدرسة أن يفعل كل برامج الأمن والسلامة التي تطلب منه. وأنا هنا أشيد يعني بهذه الزميلة وبزميلات يعني أخريات يعني يعملن على تكرار تجارب الإخلاء، وأيضا حينما يقع مكروه لا قدر الله تكون لهم أدوار أكثر من رائعة في تنفيذ عملية الإخلاء دون أن يتعرض أي أحد من الطلاب أو من الطالبات لها. وهذا يدعنا يعني نسأل سؤال مهم جدا، المدرسة علاقة بالأمن والسلامة يا دكتور ماجد؟ المدرسة بأكملها بما فيها من قائد ومعلمين وطلاب وإداريين و... أولا نحن نريد أن نكون ثقافة مجتمعية تجاه السلامة. وتكوين الثقافة المجتمعية تجاه السلامة هي تبدأ من المحاضن التعليمية والتربوية، ثم نحن في وزارة التعليم يعني نحوي أكثر يعني من ثلث المجتمع السعودي، فأنت إذا استطعت أن تكون ثقافة راسخة عند هذا الثلث فهو بإذن الله قادر على أن ينقل هذا الجزء إلى الجزء الآخر من الجزء الآخر المتبقي من المجتمع. لذلك مهم جدا أنه تكون هناك فيه ممارسات صحيحة، أن يكون هناك فيه تدريب صحيح للطلاب والطالبات. يعني على سبيل المثال نحن ندرب الطالب اليوم على أنه يعني كيف يتعامل مع هذا الحريق لو لا قدر الله وقع في منزل، يجب أنه يعرف هو أنواع الطفايات المناسبة وما هي نوعية الطفاية لنوعية الحريق، هذا واحد. أيضا أنت تعد هذه الطالبة لكي تكون في المستقبل هي ربة بيت ومسؤولة أسرة، فأقل شيء لو تتعرض يعني وأثناء إعدادها لوجبة الطعام لمثلا حريق بسيط تستطيع هي أن تتعامل مع هذا النوع من الطفاية المناسبة لهذا الأمر. نعم. أيضا الأستاذة شموخ مطير تثني على دور الإدارة، تقول بحكم الأستاذ أحمد القحطاني يقول ما دور الشراكة المجتمعية والمؤسسة الاجتماعية خاصة في تفعيلها من قبلكم قبل إدارة الأمن والسلامة في إنجاح الخطط كالمستشفيات الخاصة والبنوك، من المفترض أن تساهم في نشر ثقافة ووعي الوعي في السلامة المدرسية، لكم دور طبعاً نحن الآن نعمل على عقد شراكات مع الجهات المعنية بالسلامة في المقام الأول، يعني مع الدفاع المدني، مع المرور، مع الهلال الأحمر، مع شركة الكهرباء، مع الجهات الكبيرة التي تعيننا على صناعة يعني برامج سلامة ويساعدوننا في قضية التدريب والتثقيف ونشر الوعي، هذا جانب. الجانب الثاني أنا أقول أنه يعني محور السلامة بشكل عام هو من المحاور التي أساساً هي تقبل التطوع وتقبل العمل من خلال جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بشكل يعني كبير جداً. ما في شك إنه في جهات الآن بدأت يعني تساهم معنا في موضوع رعاية لبعض الملتقيات المتعلقة بالأمن والسلامة، وهذا يعني إحساس منها بقيمة وأهمية ونشر ثقافة الأمن والسلامة المدرسي. أستاذ سليمان،
نعطي الدكتور راحة شوي، ضغطنا عليه في البداية. دور الأرصاد الجوية وكذلك خطط الأخلاء الفرضية في إدارتكم، إدارة الطوارئ، وهل هناك لجنة تجمعكم مع الوزير أو مدير التعليم، ولديكم اجتماعات مثلا دورية حول هذا البند تحديدا الأرصاد الجوية؟ طبعا الأرصاد الجوية تدخل في معنا في أثناء حالات التغيرات الجوية كما ذكرت سابقا، وهي تعطينا التنبيه المتقدم، التنبيه الحذر بالنسبة لحالات التغيرات الجوية، هي تعطينا مؤشر لتعليق الدراسة حسب الحالة، وذكرناها قبل قليل يعني. بالنسبة للجزء الثاني اللجان وداخل خطط الإخلاء، الآن لو دخلت الموقع الأمن والسلامة المدرسية، احنا قاعدين الآن نحصر عمليات خطط الإخلاء اللي تطبق في المدارس، وصلنا العدد المسجل في الموقع إلى فوق 10,000 خطة إخلاء. نعم. في المدارس طبعا وتعميم صدر من معالي الوزير قبل فترة أن خطط الإخلاء تطبق في الفصل الدراسي مرتين، وطبعا كحد أدنى احنا نتمنى ان كل شهر تكون هناك خطة إخلاء، التدريب عليها جانب مهم وأساسي في نشر الوعي في أثناء الحدث. الطلاب إذا دربوا مرة مرتين ثلاث سيتجاوزون أي عقبة تدخل أثناء الحدث عليهم، ما يكون هناك تدافع، ما يكون هناك حالات هلع، هذه نعالجها عن طريق التدريب على خطط الإخلاء الفرضية. طبعا أنا ذكرت في البداية وزير التربية والتعليم والمسؤول الأول المسؤول عن الأمن والسلامة هو الداعم لنا، الدكتور أحمد العيسى معالي وزير التعليم داعم لنا بقوة، اجتماعات مستمرة، الدكتور ماجد باستمرار بتواصل دائم مع معالي الوزير في أي حالة طارئة يكون هناك تواصل مستمر معه. بالعكس احنا نلقى دعم قوي، هالدعم هذا من معالي الوزير شجعنا ان نعمل اكثر ونحرص على سلامه ابنائنا الطلاب. جميل. دكتور ماجد، دور المشرفين التربويين في الاداره العامه للتعليم في منطقه الرياض، حقيقه فريق الاعداد مشكورا احضر لنا بعض الاستمارات، كاستماره تقديم حاله السلامه في المدارس، استماره مخصصه اعتقد للمشرفين التربويين او حتى للمنسقين او حسب التسميات عن طريق الاداره، وايضا مؤشر الاداء، تقييم مؤشرات الأداء الأمن والسلامة المدرسية بهذا الشكل أعزائي المشاهدين والمشاهدات، لعلك تعطي السادة المشاهدين والمشاهدات عن دور المشرف التربوي في 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 إدارة الأمن والسلامة في المدارس، السلامة المدرسية طبعاً. طبعاً الأمن والسلامة الفريق اللي يعمل فيها هو يعمل فيها مهندسين، لأنه نحتاج في الجانب الهندسي والفني، ويعمل فيها أيضاً يعني مشرفين تربويين، لأنه جانب الاحتكاك بالطالب وسواء يعني من حيث تدريبه ونشر الثقافة، لأنه المشرفين التربويين لديهم القدرة والمهارة يعني في قيادة العمل التربوي والتعليمي في هذا الجانب. طبعا نحن في الأمن والسلامة عندنا استمارة على موقع نور، هذه الاستمارة هي تشخص حالة السلامة في المدرسة. نعم. من السلامة الإنشائية مرورا بالسلامة الكهربائية مرورا بالتدريب والتوعية وتوفر أدوات السلامة. بس المقاطعة، هل هناك دليل إجرائي، دليل تنظيمي يسيرون عليه وصوة؟ نعم. ببقية الإدارات. نعم نعم، يعني طبعا أنت لو قارنت الأمن والسلامة بإدارات أقدم منها بالوزارة، أنا أعتقد أن سبقناها بأشواط كثيرة جدا. جميل. لماذا؟ لأنه عملنا حساس جدا وهو متعلق بحماية الأرواح والإنقاذ، ولهذا يعني لابد أن عملنا يكون يعني مركز جدا، ولذلك يعني يرتبط بهذه الاستمارة لابد أن يرتبط أيضا فيها مؤشرات حقيقية على أساس أنه إحنا نشوف إلى أين إحنا متجهين. نعم. وفي نفس الوقت أيضا لكي يعرف أيضا الزميل قائد المدرسة أنه لو لا قدر الله أصبح هناك يعني عنده قصور أو إهمال في هذا الجانب، فهو يتحمل تبعات ومسؤوليات غير التبعات والمسؤوليات القانونية وأمام الله سبحانه وتعالى، وهو سيتحمل أيضا أمام الجهة التي كلفته في هذا العمل، فهو مؤتمن على مثل هذا الأمر. من هنا أنا من 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 عدسات تربوية أقول أنه في إدارات تعليم خطت خطوات كبيرة،
وقد تكون هي شجعتنا أيضا في الجهاز المركزي بالوزارة على أنه نسابقهم. يعني لماذا؟ أنا بقول شيء يعني مهم لكل، إذا لا يملك الشخص الذي يعمل في الأمن والسلامة القناعة بأهمية الأمن والسلامة فلا ينتج ولن ينجز. إيه، فالحمد لله يعني وفقنا بعدد كبير من الزملاء والزميلات في إدارات تعليم كثيرة يعني ولله الحمد، وذلك هم اللي ساعدونا على هذا التفعيل وعلى هذا الحراك. يعني إذا كنا حنا الآن نتحدث يعني هذا الفصل بس فقط وهو لم ينتهي، 10,000 مدرسة التي عملت خطة إخلاء، يعني على أني أنا أعمل بالمزيد وأعمل بالكثرة، هذا جانب. الجانب سمحت يا دكتور، والله اليوم بعد صلاة المغرب وأنا مع الأهل أن طفلتي الصغيرة في الصف الأول الابتدائي في أحد المدارس الابتدائية، والله أنها ذكرت أن لديهم غدا خطة إخلاء في المدرسة، وهذا حقيقة جهود تشكرون عليها في إدارة الأمن والسلامة وإدارة أيضا الطوارئ في مسألة فعلا تثقيف الطلاب والطالبات خصوصا صغار السن، أقصد في المرحلة الابتدائية المتوسطة والثانوي، ممكن أنه في مسألة كيف أنه يخرج من الفصل أو من حجرة الصف أو حتى من المدرسة عند وقوع أي حادث. صحيح. على كلامك يعني على سبيل المثال العام الماضي احنا في اليوم العالمي للدفاع المدني اللي يوافق 1 مارس من كل عام، العام الماضي نفذت 53,000 فعالية في مدارسنا في المملكة العربية السعودية. نعم. هذا العام نستهدف أنه هذا 353,000 أنها تتجاوز 100,000 فعالية. ما شاء الله. هذا يعطينا مؤشر على أنه بدأ يرتفع الوعي. أنا أقول أيضا من خلال برنامج عدسات تربوية، إذا كانت هناك لقائد المدرسة أو لقائدة المدرسة محكات لاختيار المحك التربوي والمحك الإداري والمحك التنظيمي والتخطيطي، أنا أقول أن المحك الآن الأمني والسلامة أيضا هي أحد المحكات المهمة جدا، لأنه حنا نعيش في متغيرات أمنية مختلفة، هذا واحد تقتضي اليقظة والحرص والحذر والتعامل يعني بهذا الجانب. إن سمحت لنا معنا اتصال أستاذ محمد العامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ محمد العامر مدير الأمن والسلامة المدرسية في محافظة الأحساء، حياكم الله. الله يحفظك وبارك الله فيك. الله يجزيك خير وشاكر لكم هذه يعني الجهود الكبيرة في هذه القناة المتميزة، ونمشي على دكتورنا الدكتور ماجد الله يحفظه ويبارك فيه حقيقة. تسلم. وايضا الاستاذ سليمان معنا، الاستاذ سليمان المطرفي. نعم وزميلي، نعم زميلي وصديقي الاستاذ سليمان الله يحفظه. حياك الله استاذ. ان شاء الله. الله يجزيك خير. الحقيقه يعني في الوقت القصير هذا يعني حقيقه الجهود اللي خلال 4 سنوات اداره قفزت قفزات كبيره جدا، وابرز ما لمسناه حقيقه العمل المتناسق بين جهاز الوزاره المتمثل بالاداره العامه للأمن والسلامة وبين الإدارات. نعم. وأجمل ما في هذه الأمور اللي شارناها أن احنا يعني أسرة واحدة، ولا هناك حقيقة يعني مسافة بعيدة بيننا وبين الأخوان في الوزارة، مما أن احنا حقيقة سهل أمور وجعل سهلت الأمور كثير جدا في تطبيق التوجيهات بكل يسر وسهولة من فضل الله. وهذا منطلق حقيقة من ينتمي إلى هذا المجال، مجال السلامة والأمن، هو يعني هو شرف له حقيقة، لأنه منطلق قوله تعالى يعني ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأيضا أقولها وتوكل، وأيضا الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كل هذه الإضاءات العظيمة يعني إذا استشعر مدير الإدارة أو القائد المسؤول عن الأمن والسلامة حقيقة يتقدم كثير جدا، حتى أن يكون أفعاله متعدية لا لازمة في على أبنائه الطلاب. ولاحظنا حقيقة يعني هي جزء يسير جدا من زملائي، يعني الجميل جدا أن لا أخفيك يعني الإدارة كلها، الإدارة العامة جعلت أسرة فعلا. يعني أنا أتصل بإخواني يمكن شبه يومي، للي من الجنوب واللي من الشمال واللي من الغرب، وهذا الشيء الجميل جدا نستفيد منه. عندنا في الأحساء تجربة يسيرة جدا ممكن باختصار أستاذ يعني محمد الله يحفظك باختصار. نعم، وهي تمثل حقيقة جزء منها آخر ما تحدث به الدكتور ماجد الله يحفظه في قضية تطبيق خطة الإخلاء. حنا الآن وصلنا ولعله أمس والأسبوع هذا تقريبا
وصلنا الى مرحله هذه السنه ان احنا نطبق، طبعا نرسل التعاميم للمدارس، لكن فريق العمل اللي معنا يذهب وبدون سبق انذار يقرع الجرس ويرى ايش مدى اثر التدريب السابق له. يعني الان وصلنا الى هذه المرحله، والمؤشرات حقيقه اللي يعني تأتي من الزملاء والزميلات كلها ناجحه من فضل الله. هناك نعم ملاحظات، لكن بالاستمرار بالتدريب بالتوجيه سنصل الى مرحله رفع مستوى الوعي لدى الابناء جميعا يعني. وايضا من ضمن التجارب، احنا عملنا حقيقه فريق اسمه حمايه، وهو مصغر عندما يقرع الجرس او عندما تحدث حادثه كبيره لا سمح الله، هناك فريق عمل يخرج في لحظه واحده مشترك من الادارات ذات العنايه او ذات المعنيه بعلاج الحدث. وهذا الفريق حقيقه له سنتين لكن له اثر كبير جدا في سرعه علاج الحدث، وهذا ما يعني الحمد لله كل سنه نبدا بتطويره وايضا نقل الخبره في هذا الامر. انا اقول حقيقه ثمره التفريط هي الندامه، ولكن ثمره الحزم والمتابعه هي السلامه. هذا حقيقه ما نشاهده عند زملائنا. لا اريد ان اخذ الوقت من يعني دكتور ماجد والاستاذ سليمان، لكن حقيقه يعني اشكر هذه القناه واشكر الدكتور ماجد على المتابعه العظيمه حقيقه اللي حقيقه اسرى يعني الادارات كلها بتوجيهاته. يستحق السلامه. ان شاء الله السلامه للجميع ان شاء الله. شكرا استاذ محمد العامر مدير الامن والسلامه بالمدرسيه بمنطقه الاحساء او بمحافظه الاحساء، شكرا جزيلا على الاضافه والتعليق. الله يحفظك، شكرا لكم، الله يحفظكم. دكتور شايع المطرفي يقرئكم السلام ويثني على دور الإدارتين، يقول هل إدارة الأمن والسلامة لها دور في الجامعات أو فقط في المدارس التعليم العام باختصار؟ طبعا هي في التعليم العام، لأن تعرف الجامعات هي جهات مستقلة. نعم. تتمتع باستقلالية. نعم. لكن يعني ما يمنع أنه يعني الآن بعد دمج القطاعين العالي والتعليم العام انه احنا ايضا نستفيد من الاخوان في التعليم العالي. في خطه مستقبليه؟ نعم في خطه. نعم. والوزير الان شكل يعني لجنه تنسيقيه. نعم. للتعليم العالي، وانا اراس ايضا هذه اللجنه، وبالامس يعني عقدنا الاجتماع، وكان في السابق هناك فيه اجتماع يعني سنوي، هو غالبا يكون اجتماع يعني فكري وتنظيري في هذا الامر، وذلك نعتقد ان احنا نحتاج يعني زملائنا في التعليم العالي في الجامعات في بناء الاطار الفكري والمعرفي. ما يوضع قصدك دليل تعريفي ودليل تنظيمي ثم يطبق. نعم في نعم في يعني الميدان. يعني هذا هو ايضا ستكون يعني في يتاح في هذا اللقاء ايضا حضور القطاعين العام والتعليم العالي في هذا الامر. ان سمحت لنا ايضا، كثير من الاخوات يتساءل عن هل تهتم الوزارة ممثلة بالأمن والسلامة في وسائل النقل للطلاب والطالبات، يقصد أعتقد وسيلة النقل باصات وغيره، أين دور الأمن والسلامة المدرسية في النقل؟ طبعا أنا باختصار دكتور، طبعا نحن الآن أدوارنا محصورة هي داخل المدرسة وحول المدرسة. نعم. أما فيما يتعلق بقضايا النقل طبعا إما في شركة النقل التعليمي أو في إدارة خدمات الطلاب، هي الإدارتين المعنيتين الآن بقضايا النقل. نعم. الأمن والسلامة مطلب وضرورة ملحة في مدارسنا يفتقر للتثقيف، وهذه تحدث عنها الأستاذ سليمان، هذه في مناطق خارج الرياض. الأستاذ سميح بن شاهر يقول هي ملحة التثقيف والجانب التوعوي أيضا، لعلكم في إدارة الأمن والسلامة وكذلك أستاذ سليمان في إدارة الطوارئ بعض محافظات ومراكز وقرى وأرياف في المملكة العربية السعودية تطلب منكم الجانب التوعوي والتثقيفي كما تظهر رسائل. أنا بس هنا بعجالة أنا أقول إنه لو يعني أدوار يعني 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 كيف يعني نحدد أدوار الزملاء المعلمين والمعلمات. نعم. أنا أقول يعني يتخيل الآن كل معلم ومعلمة لو أنه بقي أقل من نصف دقيقة في الحصة الأخيرة، بقي في الصف حتى يطمئن على خروج آخر طالب من الصف، كم سنحقق من فوائد للسلامة؟ هذا أولا. كبير جدا. كم سنحقق من الحفاظ على مكتسبات المدرسة؟ الآن للأسف تظهر كثير من الممارسات التي كأن فيها روحا انتقامية من أثاث المدرسة ومن يعني مكونات الفصل. وأنا أعتقد هنا أنه أنا أقول أنه مهم، ولذلك تحدث أحيانا حالات أنه يعني تتفاجأ المدرسة بعد ساعتين أو ثلاث ساعات أنه بعض أولياء الأمور يتصل على المدرسة ويقول أنه ابني ما خرج، فنجد إما أنه عنده
نوبة صرع أو غيبة سكر أو كل هذه القضايا، نعم. فكان في زاوية من هذه الزاوية. أنا أقول لو كل معلم أو كل معلمة تنتظر وتطمئن على خروج الطلاب والطالبات، ويطفئ المعلم مثلا الأجهزة الكهربائية الموجودة ونطمئن على خروج طلابنا، نعتقد أن هذه لها انعكاسات على السلامة. لعلنا نعرج على سؤالين فقط، أحد الإخوة قبل قليل وأنا أيضا حسب مصادر البرنامج يذكر بأن ميزانية الأمن والسلامة المخصص المالي أكثر من 64 مليون ريال، وأيضا حسب المصادر المعدين الأخوان في الإعداد يقول هل هناك إنجازات واضحة للعيان؟ يثنون على دورها طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك ما ذكرتم أنتم، وهذه حقيقة واضحة يعني، والشمس لا تغطى بغربال لجهودكم الجبارة يعني، لكن 64 مليون هل هي فعلا ميزانية حقيقية للأمن والسلامة؟ لا، هذا معلومته ما هي صحيح. أنا أقول الميزانية التي أعطينا 800 مليون ريال، والثمانمائة مليون احنا وزعناها على إدارات التعليم، يمكن هو يتحدث عن ميزانية إدارة التعليم من إدارات التعليم، نعم، لكن هي الميزانية العامة 800 مليون، احنا وزعنا تقريبا حوالي أكثر من 70% منها على إدارات التعليم، وأبقينا كل المملكة يا دكتور على كل المملكة، نعم طبعا، نعم. احنا وزعنا بالضبط 680 مليون ريال على جميع إدارات التعليم بمعيار عدد المدارس وعدد الفصول، نعم. يعني وضعنا معيار يعني نحتكم له على أساس أنه أيضا لا تظلم يعني إدارات تعليم على إدارات تعليم أخرى، فكان المعيار الأقدر على تحديد الرقم الذي يتساوى مع عدد المدارس هو عدد المدارس وعدد الفصول، فلذلك يعني فأنا أعتقد أنه قد هذا يتحدث عن إدارة تعليم الرياض. هذا جانب. الجانب الثاني، حنا الآن يعني طارحين مشروعين مهمة. المشروع الأول هو مشروع حماية التيار الكهربائي، لأنه كثير من الالتماسات الكهربائية التي تصير أو الحرائق هي بسبب التيار الكهربائي، فلذلك يعني الآن نستهدف احنا في الدفعة الأولى مجموعة كبيرة من مدارس البنات، بحيث أنه يوضع هذا النظام لحماية التيار الكهربائي، وهذا تقريبا بيكلف له حوالي يمكن 50 مليون ريال لعدد كبير طبعا من المدارس. الموضوع الثاني هي أيضا وسائل الإطفاء الحديثة. نحن نعرف أنه في بعض المدارس هي بعيدة عن مواقع الدفاع المدني، وقد يستغرق وقت وصول الدفاع المدني لها، فذلك في بعض الأنظمة الأطفاء الحديثة غير الطفايات هذه التي تساعد على إخماد النار أو تقليل كمية النيران في هذا الجانب. أستاذ عطالله الوثيري، تحية الجلال وتقدير لأساتذتنا وخاصة للدكتور ماجد الحربي، باختصار لماذا الاهتمام بالأمن والسلامة في مدارسنا يأتي كردة فعل دائما بعد الحوادث؟ وعلى طاري السؤال دكتور، سمعنا بالأمس حادثة التثليث التي تحدث بها وسائل الإعلام كله، لعلك تختصر في ثواني تعرج على هذه الحادثة، ثم فعلا أيكون اهتمام الأمن والسلامة بعد الحوادث مباشرة في المدارس؟ لا ما أنا طبعا أنا ما أتفق مع الزميل في هذا، لأنه حنا لدينا برامج طول العام، نعم. هذا أولا، ونحن نطالب زملائنا مديري المدارس بذا، لكن قد تكون الحادثة أحيانا أنها تتطلب مني أو من زميلي قائد المدرسة أو من زميلي مدير التعليم إعادة مراجعة إجراءات العمل، وأنا أعتقد أنه الذي لا يستفيد من الكوارث ويتعلم منها، أنا أعتقد أنه هذا بعيد كل البعد عن الواقع الإداري في هذا الجانب. أما أنه نحن نشتغل ردة فعل، هذا غير صحيح، والدليل هو التنظيمات اللي نصدرها، الأدلة التي نصدرها، التشريعات اللي هي يعني نتعامل يعني بها، اللقاءات اللي نستهدف، يعني نحن خلال هذا الفصل يعني نستهدف يعني أكثر من 10,000 مدير ومديرة مدرسة، وهذه كلها لقاءات ستكون برعاية معالي وزير التعليم، وقد يحضر يعني بعض هذه اللقاءات، فهذه ليست ردة فعل. الحادثة التي حدثت بالتثليث طبعا هي يعني هي امتداد لحوادث تحصل في المجتمع وتحصل على مؤسسات سواء خاصة أو عامة، يعني هذا الحدث طبعا نحن أيضا لا نقره، لأن هذا يظل محضا تربوي ويظل محضا يعني تعليمي، ونربى أساسا بمثل هذه التصرفات التي يعني حدثت. لكن الملفت والجميل أنه هذه المدرسة مركبة للكاميرات، فتركيب الكاميرات ساعد الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على هذا المذكور. يعني تخيل لو أنه المدرسة هذه بدون كاميرات، ولذلك أنا من هنا ومن عدسات تربوية يعني أخاطب الناس الذين يعني لديهم تحسس من وجود كاميرات في المنشآت التعليمية،
أنه لها جوانب أمنية مهمة. إيجابية كبيرة جداً. نحن يعني كثير من المدارس التي تم تركيب الكاميرات عليها خفت السرقات وخف العبث، يعني كل هذه الأمور. فأنا أعتقد هذا جانب. الجانب الثاني، الكاميرات أيضا تعالج قضية النقص البشري اللي موجود عندنا في حراسات المدارس. لعلنا نختم بنقطتين قبل أن يختم الأستاذ أيضا سليمان. أحدهم تحدث عن اللجنة الخماسية حول المباني. طبعا هذه يعني توجيهات الأمير نايف الله يرحمه، وبعدين جاء توجيه من المقام السامي الكريم أنه إنشاء إدارة للأمن والسلامة، هذا كان واحد. واثنين، كان تكوين لجنة من 5 جهات تتأكد هذه الجهات الخمس من مدى ملائمة هذا المبنى المدرسي وسلامته. وهذه طبعا اللجنة الخماسية هي وزارة التعليم، الدفاع المدني، المرور، البلدية، الكهرباء. وهذه اللجان أيضا هي مسكنة يعني تحت رئاسة أمارة المناطق أو محافظي المحافظات. ونحن بالنسبة لنا متعاونين تماما، واللجنة يعني قامت بدور يعني نعم دكتور. اللجنة طبعا قامت بدور جيد وساعدتنا في التخلص من بعض المباني الغير سليمة، وأيضا عالجنا بعض المباني التي تحتاج إلى معالجة. واللجنة أنا أعتقد أنه يعني خلال 3-4 أسابيع ستصدر تقريرها النهائي في هذا الجانب. أحدهم أيضا يسأل عن المدارس المدمجة، يقول الدكتور في إدارتهم طبقوا طريقة برايل على المكفوفين، لكن هناك أناس في الفكري والتوحد والسمعي والبصري لم تطبق عليهم حادثة الإخلاء أو حوادث الإخلاء. حسب ما يسأل، ما هي برامجكم في المدارس المدمجة؟ لا طبعا نحن الآن اشتغلنا يعني على هذا الموضوع، وأيضا الآن نحن نشتغل على أدلة. يعني الآن لدينا دليل للطلاب المكفوفين، والآن طبعا طبع في بطريقة برايل، وأيضا لدينا يعني للصم، والآن هم يشتغلون الزملاء فيه على لغة الإشارة وعلى بعض الصور في هذا الجانب. وأيضا يعني هذه الأدلة ولله الحمد أيضا يعني أحد المتبرعين يعني تولى أيضا يعني طباعتها يعني على حسابها الخاص كنوع من الدعم والرعاية لمثل هذه الفئة الغالية التي تستحق. وأنا أيضا من هنا أطالب زملائي كل مديري الأمن والسلامة بزيادة الاهتمام سواء برياض الأطفال بإجراء التجارب، وأيضا طلاب التربية الخاصة كل فئة حسب احتياجاتها. نعم. أيضا يطرح مجموعة من المتابعين للبرنامج دكتور، وكذلك في محور فقرات هذا البرنامج خاصة هذه الحلقة، عن طرح وظائف حراس للمدارس. طبعا ما في شك أنه المدارس تعاني من قلة الحراس، ولذلك وافق معالي الوزير مشكورا يعني حراس أمن أنا أقصد. نعم. نعم. وافق أنه يعني في وظائف يعني حوالي 5000 وظيفة أيضا وزعت على إدارات التعليم لكي يتم تعيين يعني حراس للمدارس فيها، هذا واحد. اثنين، يعني مطروح ضمن مشروع المبادرات للتحول الوطني أيضا مطروح مبادرة كبيرة جدا، وهي ستعالج يعني أيضا عدد كبير من المدارس من خلال التعاقد مع شركات أمنية في هذا الجانب. نعم. المخرج لم يتبقى على الوقت الكثير أستاذ سليمان، لعلك تختم بشيء عن إدارة الطوارئ أو مبادرة أو مشروع أو ما تحب أن تختم به في هذه الحلقة. والله بالنسبة كما ذكر الدكتور يعني نظام المراقبة يعني ثبت نجاحه وتجربة الزملاء في مكة. نعم. وحادثة المدرسة اللي تدخل معنا الدكتور خالد الأستاذ خالد. أي نعم. في هذا ما يتحدث عنه الأستاذ قبل. الآن احنا عرضنا تجربة على معالي الوزير ومقترح إنشاء صالة استقبال في المدارس، راح هذه الصالة تكون في مقدمة المدرسة، ما راح أحد يدخل المدرسة إلا عن طريق المرور عن صالة الاستقبال. هناك سيكون موظف مختص يتولى تنسيق دخوله المدرسة، الهدف من دخوله الحاجة الضرورية، هل هناك حاجة ضرورية يدخل يقابل مدير المدرسة أو الزميل المسؤول عن صالة الاستقبال راح ينهي إجراءات زيارته ويعمل له الخدمة المطلوبة ويغادر. يعني وجودها مهم خاصة بعد حادثة الأمس، يعني دخول الطالب بالسلاح وكذا، لو وجود الصالة إن شاء الله سيقلل من مثل هذه الحالات. رسالتي الأخيرة لقيادات المدارس البني وبنات، نظام بلاغات متاح لكم، ونسعد بالمتابعة معكم في أي بلاغة ومشكلة تحدث في المدرسة. نحن وجودنا لمعالجة المشكلات ووضع الحلول السريعة لها،
خدمة سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات. جميل، وهو مشروع جبار فعلا، البلاغات مشروع جبار تشكرون عليه، ونتمنى إن شاء الله مثل ما طبقتم جزء كبير منها أن يطبق فعليا في الميدان. دكتور ماجد الخاتمة عندك. أبدا والله أنا يعني شاكر لكم، وأعتذر طبعا أني ما كنت يعني من بداية البرنامج، لكني أنا يعني ما زلت أهيب بزملائي وزميلاتي أنهم أيضا يراعون قضية استمارة السلام على برنامج نور، لأنه يعني هذه الاستمارة في النهاية حينما تحلل ستحدد أنه يعني هل هذه المدرسة آمنة أم هذه المدرسة ستحتاج إلى معالجة أم ستحتاج إلى إخلاء، كيف يعني تريد من إدارة الأمن والسلامة وأنت الاستمارة الأولية لم تعبيها. فأنا أقول أنه يعني مزيد من الاهتمام بالاستمارة، مزيد من التعامل مع الرجيع بطريقة نظامية وإخراجه من المدارس، لأنه نسبة كبيرة من الحوادث التي تحدث بالذات حوادث الحريق هي بسبب يعني مخلفات أوراق ليس لها يعني أي قيمة يعني موجودة، وذلك يعبثون الطلاب فيها، فلذلك هذا مهم. مخارج الطوارئ أنا أعتقد أنه مهم جدا أنها تكون مهيئة لهذا الأمر طول العام، وأيضا أن تؤخذ كل الفرضيات في هذا الجانب على محمل الجد، وأن يتعاون الجميع في جانب توفير الأمن والسلامة المدرسية في هذا الأمر. الدكتور ماجد بن عبيد الحربي المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم، شكرا جزيلا لحضورك وتشريفك في برنامج عدسات تربوية وتحديدا في هذه الحلقة. بارك الله فيك ورحم الله والديك، وشاكر ومقدر حضورك بالرغم من الظرف الذي حصل لك. شكرا لكم، وأنا يعني آمل منكم ومن أي قناة إعلامية أنها تساهم معنا في نشر يعني ثقافة الأمن والسلامة، لأنه كلما انتشر الوعي كلما انحد قلت الظواهر السلبية الكثيرة التي يعني يعاني منها. يعني نحن يعني في الآونة الأخيرة أيضا نحضر الملتقيات المتعلقة بالمرور، وذلك هناك أرقام مخيفة، يعني أرقام يعني أكثر من 7000 حالة وفاة سنويا تحدث، وهذه يعني أكثر من حرب، من حالة حرب يعني ندخلها، وهم كلهم عمر ذا. في ذلك أيضا يعني مزيد من نشر الوعي بين أبنائنا الطلاب وبالذات في المراحل الثانوية. شكرا جزيلا دكتور. شكرا. أستاذ سليمان بن شاعر المطرفي مدير إدارة الطوارئ بالأمن والسلامة المدرسية، شكرا لحضورك معنا في هذا البرنامج. شكرا لك أستاذ سعد، وهذا الدور الإعلام الحديث أنه يتواصل معنا، بالعكس أنتم تشاركونا في أداء رسالتنا. إدارة الأمن والسلامة المدرسية كما كررنا أن عبر الموقع الإلكتروني نرحب بأي مقترحات بأي تواصل، وإن شاء الله نكون أضفنا في هذه الحلقة شيء مفيد للمشاهدين. شكرا لكم. بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، الأمن والسلامة المدرسية في مدارسنا إلى أين، من ضمن حلقات برنامج عجسات تربوية. شكرا لإصغائكم واستماعكم، بالحسنات زادنا وزادكم، وفي الجنة دارنا وداركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.